بسم الله الرحمن الرحيم. اكو عطل دائما يصير بالمدافئ الزيتيه. عندنا هذا الاوفر لود اللي تشوفونه ابو سجال ولا لحمه، هذا الاوفر لود النوع اللي بيه هذا يفصل، اذا تدوس هاي يرجع. بس الجلوب عندنا طافي، طلع لنا الجلوب سجال ولا لحمه. الجلوب هسه طافي، اذا ندوسه راح احتمال تشتغل المدفأة. فر الشنال بالله. ماكو زين. اعطيني مقص مازن. ماكو شغل. ماكو. اذا نرجع وين؟ هسه على الآلية. هذه الآلية. اشتغلت؟ اذا هسه الآلية هي اللي فاصلة. فأحد الشغلات اللي تسوي لنا مشكلة، لاحظ هسه من ناية خربانة، هاي بيها حركة كلش قوية. فاحنا أول ما نجي على هذا الأوفرلود بهذا السويتش، هذا إذا ضغطه احتمال تشتغل. فهسه ما فاصلة هذه. فلقينا العطل وين؟ بهذه الآلية مالت الإطفاء، حتى من توقع الصوبة تطفيها. لاحظ شلون خربانة؟ فإما تبدلها أو تشطلها هذه وتنتهي المشكلة. تحياتي لكم.